يقول هل الحجامة تبطل الصوم؟ نعم، الصحيح أن الحجامة تبطل الصوم، للحديث أفطر الحاجم والمحجوم، وهذا في الصحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا يحتجم وهو صائم قال أفطر الحاجم والمحجوم. والحكمة في ذلك أن الحجامة فيها سحب للدم الذي فيه قوة الإنسان، فلا يحتجم الصائم، لأنه إذا احتجم ضعفت قوته فيجتمع عليه الصيام ويجتمع عليه خروج الدم منه، فلذلك منع الرسول صلى الله عليه وسلم من الحجامة وقت الصيام.